السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد واجد يوتيوب لأحوال طقس. نقدم لكم هذه النشرية الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الخميس 25 من شهر جوان 2020. إذن غيث نافع إن شاء الله هذا اليوم الخميس 25 من شهر أجوان، العديد من المناطق ستشهد أمطار بإذن الله تعالى. إذن بداية بالفترة الصباحية، أجواء غائمة باتجاه السواحل الغربية وأيضا المناطق الداخلية الوسطى وأيضا الهضاب الغربية. إذن الأمطار ستكون حاضرة نتيجة سحب كثيفة على ولايات سيدي بلعباس وولاية الصعيدة وولاية تيارت، بالإضافة إلى ولاية الأغواط وأيضا ولاية الجلفة وشمال ولاية غردايا. أمطار ستكون من متوسطة إلى ضعيفة نسبيا. أجواء غائمة من حين إلى آخر على مناطق الأوراس وشمال الصحراء والواحات، وأجواء صافية على المناطق الشرقية الساحلية وأيضا المناطق الحدودية مع دولة تونس وأيضا المناطق الصحراوية إلى غاية أقصى الجنوب. إذن في الفترة المسائية اليوم الخميس، حيث نتوقع خاصة في الفترة الليلية أمطار ستشمل ولاية تلمسان، ولاية النعامة وأيضا ولاية البيض وصولا إلى ولاية غليزان. أيضا أجواء ممطرة على ولاية الجلفة، ولاية المسيلة، ولاية بسكرة، أيضا ولاية باتنا، ولاية سطيف وبرج بوعريج، ولاية بومرداس وصولا إلى ولاية تيزي وزو وبجاية وجيجل ومناطق ولاية ميلا. إذن هذه الأمطار ستكون على وقع الرعود بإذن الله تعالى. أيضا النجوى ستكون غائمة كليا على المناطق الشرقية الداخلية والساحلية، وكما قلنا إلى غاية مناطق ولاية وادي سوف. أيضا زخات مطرية غير مستبعدة على ولاية الأغواط وولاية البيض، كل هذا في الفترة المسائية إلى الليل. أجواء صافية مشمسة على المناطق الجنوبية الشرقية وأيضا وسط الصحراء وصولا إلى ولاية أدرار غيوم. أيضا ستميز منطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية وأقصى الجنوب ولاية تمرست وولاية إليزي. إذن متابعينا الكرام، نمر مباشرة إلى درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث سنسجل ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية. سنسجل ما بين 26 إلى 28 درجة على كل السواحل الغربية الوسطى والشرقية. المناطق الداخلية تقريبا الشرقية الوسطى والغربية سنسجل ما يقارب تقريبا 37 درجة إلى 38 درجة، خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى والشرقية والغربية. من منطقة الثورة لغاية شمال الصحراء والواحات سنسجل ما بين 39 إلى 43 درجة وصول إلى شمال الصحراء والواحات. أما المناطق الصحراوية ارتفاع كبير في درجة الحرارة ستصل إلى 47 درجة على وسط الصحراء. إذن سنسجل ما بين 44 إلى 47 درجة على ولاية أدرار، عين صالح، برج باجي مختار. باقي المناطق الصحراوية الأخرى درجة الحرارة ستتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة. إذن الرياح ليوم الخميس ستكون في الموعد على كل السواحل الشرقية والوسطى والمناطق الغربية الداخلية وأيضا المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الصورة. إذن سرعة هذه الرياح قد تصل 30 كيلومتر في الساعة. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون مضطرب على كل الشواطئ الشرقية والوسطى وهادي على كل الشواطئ الغربية باتجاه المناطق الوسطى. إذن كل الخير نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.